سلسلة مخيمات اللجوء، مخيم جبل الحسين للاجئين الفلسطينيين، هو واحد من أصل 4 مخيمات أقيمت في الأردن لإيواء اللاجئين الفلسطينيين بعد نكبة العام 48. تأسس المخيم رسمياً عام 1952 على مساحة أرض تقارب 0.5 كيلومتر مربع في الجهة الشمالية الغربية من وسط العاصمة عمان. شكلت الخيام نواة المخيم عند تأسيسه قبل أن يستبدلها قاطنوه بالمساكن المؤقتة نتيجة لانجراف هذه الخيام بفعل مياه الأمطار في فصل الشتاء، وعملت وكالة الغوث على توفير الأسقف لهذه المساكن. ضم المخيم عند تأسيسه 8000 لاجئ من مدينتي اللد والرملة، ووصل تعداد سكانه عام 2017 إلى 32,000 نسمة وفق قيود وكالة الغوث. يعاني مخيم جبل الحسين وكحال باقي المخيمات الفلسطينية من الاكتظاظ السكاني وعدم وجود مساحات للتوسع والبناء، إضافة إلى ضعف البنية التحتية والانقطاع المتكرر للكهرباء، كما يعاني قاطنو المخيم من انتشار البطالة وضعف المستوى الاقتصادي الذي دفع بعضهم لمغادرة المخيم بحثا عن فرص للعمل. تقدم وكالة الغوث الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية للمخيم عبر 6 مدارس ابتدائية وإعدادية وعددا من المراكز الصحية. أسس أبناء المخيم نادي جبل الحسين الرياضي الذي أحرز فريقاه لكرة القدم واليد عددا من البطولات والألقاب محليا وعربيا. حكايات الأجداد عن الأرض المحتلة والشعارات الوطنية التي تملأ جدران المخيم تحفظ في ذاكرة أجياله أن المخيم محطة مؤقتة مهما طال الزمن، وأن حقهم المقدس بالعودة حق لا يقبل التفريط أو النسيان.